بقول لك ايه يا لولا، العريس ده باين عليه سكر قوي. طبعا قمر. عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجه. ازاي يعني ما عملتوش حاجه؟ ما كل ده بتقولوا ايه؟ ما قلناش برضو حاجه. اتفقتوا على ايه يعني؟ ما اتفقناش على حاجه يا جماعه. واحنا لحقنا نقعد؟ انا اصلا قلبي مقبوض ورايي نرفض الواد العريس اللي بره ده. انا نفسي اعرف انت ليه حطه في دماغك. اخس عليك يا سهام، ما تبطل بقى غيره الاخوات دي. قولوا لي بقى، محتاجين حاجة تانية غير البسبوسة والتورتة نقدمها؟ أنا شايف الصراحة إن التورتة إيه ده؟ يخرب بيتك يا لهوي يا سهام، يا لهوي، إيه اللي أنت عملته ده؟ معلش مش قصدي خالص والله. لا لا لا، أصل التورتة شبه الرخامة يا جماعة، أعمل إيه طيب؟ آه يا مجرم، امشي روح اغسل إيدك واقعد مع خطيب أختك بره. يلا حاضر يا ماما حاضر. هعمل إيه بس؟ همشي، بس أنا رأيي ترموها بقى. لا مالكش دعوة، أنا بقى هصلحها بمعرفتي، مالكش دعوة. آه حاضر، ماشي يا ماما وضبيها. يا بقرف يا بقرف أنا يا بقرف. انا اسف والله، ما كانش قصدي. معيش مناديل يا جماعه، اعمل ايه طيب؟ دي في ايدك اهي. امشي غور، امشي يلا، امشي امشي. حاضر. لا انا يا جماعه حاسس بالذنب الصراحه. استنوا اما اظبطها. يا خبر اسود اهو يا ماما. اهي يا واد مالكش دعوه. اهي اهي يا ماما بالراحه. تليلت الدنيا. اهي اهي بصي، ممكن نحط مثلا سندوتشايه على ايه عليان تبان حاجه جديده. اهي اهي اتلمت بقت قطعه واحده. لا لا ده انت مش طبيعي. ليه يا ماما؟ ليه بوظت التورته يا ماما كده؟ انت بجد عيل مقزز. امشي بقى يلا امشي. اقسم بالله اعمل لك في وشي. يلا يا سهام يلا. انا غلطان ان انا بساعدك. اهي نجيب واحده ثانيه. يا ابني بس يا ابني بسخرها لكم يا جماعه بدل اللي وقع. انت عملته ده؟ اغسل ايدك. حاضر يا ماما حاضر. انا اسف ان انا بساعد، انا غلطان يا جماعه. انت سالت على البنت اللي انت جاي تتقدم لها دي؟ مش محتاج اسال على انسه عاليه. الانسه عاليه دي ست البنات. ما تعرفش حاجه، دي بنت لعبيه. انا قلت لك انا نصحتك. انت بتقول ايه؟ اهلا اهلا يا دكتور. طبعا انت مش محتاج افكرك، لو حد عرف اللي بينا هيحصل ايه. عارف طبعا يا سيد الناس. عايزين نفتح صفحه جديده مع بعض، عشان انت ما بقاش قدامك غير 12 يوم. ابوس ايدك ابوس ايدك، ما تفكرنيش، انا حاسبهم كويس والله. بس في سؤال تاني، انا قلبت البيت من فوق لتحته ان الاقي كاميرا، ما لقيتش حاجه. لا كاميرا هنا، بهزر معاك. انا هحط لك كاميرات برضه يا سهام، احنا اصحاب. على بركه الله، من الواضح كده ان في قبول بالجوازه وترحاب كبير قوي. وفي الحاله دي انا مهر اختي علياء ما يقلش عن 200,000 جنيه. 100,000 جنيه كويس؟ 50؟ طب انت عايز كده؟ في ايه يا سهام؟ من امتى بنتكلم مع الناس كده؟ وبعدين يعني احنا بتفرقش معانا الفلوس، احنا في الاخر بنشتري راجل. وبعدين فاكر يعني لما جيت تتجوزني كان مهري 25,000 جنيه، اتكلمت انا بقى ساعتها؟ ايه يا ولد قلة الادب اللي انت فيها دي؟ والنبي اسكتي انت بس يا ماما. طيب خلاص خلاص، انا عندي فكره. خلاص يا سيسو، خير الامور الوسط، نخليها 50. الشبكه اللي تختارها عليه. ميرسي، شكرا. بس انا الماديات والحاجات دي ما بتفرقش معايا يعني. لا ازاي؟ ده انا عينيا ليكي. طب والشبكه؟ 500,000 كويس؟ أنا بقول توفر كل الفلوس دي، الموضوع مش مستاهل، وتاكل البسبوسة والرواني وتتكل على الله. معيب بقى يا سهام، في إيه؟ عالية تستاهل الدنيا واللي فيها. طب يلا بقى، يلا نقرا الفاتحة. أقوم أتوضى الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.